مدام يعقوبي صباح خفت شويه نسيت الكلام انا بدي مش صعيب اللي ننسى الكلام برطو مستيسة ديما نواجه جمهور اما جمهوري من التلاميذ بقدر نفسي سنة المقني أستاذ العربية في المدارس الإعدادية رغم أني أنا حائزة على شهادة التبريز في اللغة والأداب العربية نبدأ من الأخر غدا من اللور منعرفش أما نحب نحكي لكم على حلمة صغيرة حلمة بديت وأنا ديجا صغيرة برشا قررت وأنا عمري 5 سنين حتى منعرفش منين جاني العشق الغريب للغة العربية قررت اني نكون نهار من النهارات حائزة على بتوحد الدكتوراه في اللغة والآداب العربية. رغم في عائلتي فما حد حدا عنده دكتوراه وكلمة الدكتوراه كلمة يعرفها كان في مجال الطب فقط وما عرفش في مجال الآداب واللغة العربية. لكن أنا منعرفش مين هبط عليها العشق، مين هبط عليها الحلم. تعلمت القراية قبل حتى ما ندخل نقرأ. من حظي الحسن لأنه أمي وبابا كانوا زوز في التعليم. كنت مغرومة بالقراية، مغرومة بالمطالعة. كنت نحب انه الغرام هذا يترجم وقررت اني نكون نحصل على الدكتوراه في اللغه العربيه ومشيت في الثنيه هذه الطويله شويه كنت باستمرار متميزه متفوقه في اللغه هذه مش كيف اللغه هذه فقط في الحقيقه خاطر انت كي تحب القرايه تولي تحب القرايه الكل ان شاء الله حتى الرياضيات رغم اني ابغض ماده بالنسبه لي الله غالب شنو مش تحتاج هي لكن قدر ميولاتي هكا الادبيه وقيت روحي انا ولو اني ما نحبش الرياضيات لكن كنت حريصه حتى على اني نتميز في الرياضيات خاطر كنت حريصه على التميز في دراستي اطلاقا نحب نرجع نحب ديما نكون تدريست نحب ديما نكون في المرحله الاولى نحب ديما نكون متفوقه ونجحت الحقيقه كنت نتحدى نفسي باستمرار نذكر ممكن المحطات الصغيره نذكرها في حياتي محطه ياسر مهمه في العمر بتاع تقريبا شو نقول 14 14 سنة عمت النفيم اللي هي تو نفيم قبل كان سنة ثانوي كان علينا الاختيار التوجيه احنا كنا نتوجه في وقت ياسر مبكر نعرفش حاجة بيا وحاجة خايبة لكن نتصور احنا كنا نعرف شنو نحبو وكنا محددين افاقنا بوضوح هيك علاش انا قررت اني نختار شعبة الاداب استكمالا للحلم نتاعي نحب نكمل الحلم نتاعي وقت اساتذتي استنكروا كيفاش لونا متقسم ومتميزه ومش خايبه لا في الرياضيات ولا في باقي العلوم كيفاش تمشي الاداب الاداب افاقها محدوده تمشي حاجه اخرى لكن انا قلت لهم الاداب فقط وكان يلزمهم يقبلوا برغبتي ويقبلوا باختياري وهكا علاش مشيت كملت نيك الاداب نذكر زاده حاجه صغيره اني في وانا نكتب في مواضيع العربيه في البكالوريا وكانت مواضيع ياسر شيقه واحنا نقراو في حدث ابو هريره قال ونقراو في ابو العلاء المعري كنت ما نعرفش بالنسبه لي امتحان الانشا ما كانش امتحان عادي كانت عباره عن ممكن تضحكوا عليا كنقول لكم انه كل امتحان كنت نجتازو في ماده الانشاء كان عباره على ولاده قيصريه معناتها واحد كان باش يولد كان باش يبدع باش يخرج حاجه من عنده من اعماقه ما كانش امتحان ما كانش مجرد امتحان لازم نخلي في كل موضوع طابعي الخاص لمستي الخاص ما يقلقنيش الوسط ما يقلقنيش الجوهر خاطر الجوهر معروف عند الناس الكل اما تقلقني البدايه كنت ديما نقعد ساعه غربه وانا نخمم كيفاش باش نبدا كيفاش باش نكتب كيفاش باش نفاجئ الاستاذ نتاعي كيفاش باش ناخذ اهتمام ويقعد يتابعني يكون عندي موضوع مش كيف كل المواضيع الحمد لله ربي وفقني كنت ديما متميزه كنت ديما نحصل احسن عدد في اللغه العربيه 16 بارك الله في الانشا وجاي امتحان البكالوريا واشتغلت الامتحان هذا كنت قبل حتى ما تطلع نتيجة البكالوريا كنت معناتها متعت وحظيت من القلائل اللي خذاو منحة جامعية لوصلت الدراسة في فرنسا أما شرط إني نكمل نقرأ في فرنسا ليتراتور لونغ فرونسيز في أورليان حلم بعيد حلم مزيان حلم باهي مش ناس الكل نجم ياخذوا بورس في الوقت هذاك نحب اللغه الفرنسيه مش ما نحبهاش نحب اللغات الكل نحب القرايه الكل القرايه الكل بالنسبه لي تنمي العقل تحل المخ تعيش عالم اخر
تتعلم حاجات عمرك ما تعلمتها كما قالت معنا لما بيجري مدام يسر انت تحكي مع الكتاب والكتاب يحكي معاك شكلك اضافه الكتاب مش مزعج مش مقلق الكتاب مش عيب كما للاسف يشوفوه ولادنا وتلامذتنا اليوم اللي انا لو نحن قوس صغير ديما نشتهي باش نحبهم نخليهم يحبوا الكتاب يحبوا القراءه هيك علاش مسكتني نقري في المدارس الاعداديه نحب الولاد الصغير وهو مازال يتفتح للدنيا نحبوا يتعلم يقرا النص يتبنى النص يذوق اللغه نتاعو مش مش بالضروره اللغه العربيه بل حتى اللغه الفرنسيه اللغه الانجليزيه اي لغه المهم انه هو يحب النص يحب يقرا يحب القرايه على خاطر القرايه تصنع عقولنا القرايه تفتح اذهاننا القرايه تخلينا نتعلم قيم ساعات الواقع نتاعنا في بلاصه اخرى بعيده الواقع لكن الكتاب يخليك ديما باستمرار في علاقه مع قيمه انسانيه خالده ما تموتش ما لازم احنا نزرع ونغرس القيم الجميله في نفوسنا باش نكونوا ناس صالحين باش نكونوا مواطنين صالحين المواطنه خاطر بالنسبه لي مفهوم المواطنه مفهوم الانسانيه مش مقتصر على اليوم وينتهي لا الانسان الصالح هو صالح على الدوام صالح في الدنيا وصالح في الاخره صالح طول وصالح من بعد صالح روحه وصالح لولاده صالح روحه ولولاده ولبلاده صالح للناس الكل فيلزم يكون قدر الامكان مزيان من الداخل كما يكون مزيان من برا وخليني مسجد نستطرد مره اخرى نتذكر انا ندى بنتي ندى بعض روحي جزء كبير مني ندى فيها مني ندى نتذكر في مرحله 9 أو 10 سنين كانت تغزر لي وتقول لي ماما مش مزيانه انا خايبه ماما ماما مش بين مش مزيانه ماما نقولها لا ندى حاول قدر الامكان انك تخلي الجمال في قلبك وفي روحك وتشوف قداش الجمال هذاك نتاع الروح ينعكس على وجهك وعلى نفسك ويكون جمال يشوف الاخرين يشوفوا الجمال هذايا خاطر الروح شفافه وتنقل لك الجمال تنقل جمال عند الاخرين هو نفس الدرس اللي نقوله انا لاولادي الصغار في المكتب وفي المدرسه نحبهم كيف كيف يكونوا مزيانين ودرس العربيه والعربيه في حد ذاتها حملت قيم وفوسطها برشا قيم حلوين اللغه العربيه لغه التاريخ لغه الدين نتاعنا لغه القران لغه الادب لغه الشعر اللي كبرت انا عليهم كنت نعدي برشا وقت في المكتبه العموميه في منطقتي الصغيره في قريتي الصغيره بعد ما كملت قريت كل الكتب الموجودين في مكتبه والدي ابقاه الله كانت كل كتب تاريخ وجغرافيا خاطر هو كان استاذ تاريخ وجغرافيا فتعمقت في التاريخ لكن كنت نحب اللغه العربيه ابي نرجع للحظه اللي تعرضت عليها فيها اللي نكمل دراستي في فرنسا وقفت مع روحي لحظه وقلت فرنسا حلم كبير الناس تدفع فلوس باش تمشي وانت يعطيوك منحة باش تمشي لكن عشق الكبير باش كومش نعطيه نكمل حياتي الكل وانا نقري في اللغة الفرنسية ونتحسر على اني مانيش نتكلم بالعربية ونمرر عشقي للغة العربية لتلامذتي والا ميسالش فرصة تمر وخلي دراسة البحث الجامعي في دراسات المعانق وما كانش نجم نفرط في الحلم كملتهم الاثنين مع بعضهم كنت نقرا ونقري في نفس الوقت وقتها كنت انا ديجا عرست عمري 21 سنه وبدات المسؤوليه نتاع الاسره وبدات الاسره باش تضغط عليك وتخليك انت معناتها تحول دونك ودون تحقيق حلمك سمعت برشا قالوا لي زيد هاو يزيا ولات استاذه شو تحب اكثر باقي تحب تقرا يزي من القرايه لكن حبك للقرايه وحبك وعشقك لحلمك البعيد تحب توصل له ما نجمش ياثر الكلام اللي تسمع عليك ما نجمش ياثر فيك ما نجمش يضعف لك من ارادتك ومن عزيمتك حاولت قدر جهدي اني نوفق ما بين واجباتي الاسريه وواجباتي المهنيه وفي نفس الوقت نحقق ذاتي من خلال اني نكمل قرايتي كنت نشتغل الجمعه نقصرها قبل اشترى الجامعة نطلع لتونس وانا كنت بعيدة شوية نطلع لتونس كنت في الساحل نطلع لتونس نكمل قرايتي وبعد نرجع في الويكاند نكمل واجباتي الأسرية وهيك تداولي الوقت ما كانش عنده معنى والتعب ما نجمش الإنسان يحس بيه ما دام هو في الآخر بالكل يحقق في حاجة هو يحب يحققها نجحت في العام الأولاني رغم برشا صعوبات نتذكر مثلا من الحاجات الصغيرة اللي قلقتني إني كيف ما مادة ما كنتش ما نجمش نحضرها لأني نقرا وقتها الإحصائيات باش نخدم كيفاش نخدم الإحصائيات والبروبابيليتي عرضت على زملائي نتاع الرياضيات إنهم يقدموا لي دروس تدارك في المادة هذه
انا زميلتهم لكن لا باس مسيش خلي يقدموني دروس تدرب وكنت مستعد باش ندفع فلوس باش خاطر مش معقول اني نحضر كل المواد وبعد نلقى عندي ماده نكون عاجزه فيها لازمنيش نعجز لازمني انا اذا كان دخلت المعركه لازمني نكون فائزه مهما يكون الامر مهما كلفني الامر من جهد لازمني نفوز بدون تراجع فماش مجال باش ندخل نعدي امتحان وانا شاكه او ما عنديش ثقه في روحي او عندي ماده ناقصه لازم نكون انا حاضره 100% بيان حتى حد فيهم اتطوع باش يدرسني الماده هذي قعدت مع روحي في الدار وخذيت مع زملائي استنسخت الدروس اللي هم خدموهم وحضرت حصه واحده فقط وحاولت قدر الامكان اني نعاود الكور ونعاود الكور ونعاود الكور كنت نعمل العمليات ونغلط ونعاود نعمل العمليات ونغلط 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 حتى بين اللي تعملهم بالصحيح وفهمت ودخلت عديت الامتحان تاعي والعجيب ان هما كي خرجت هما يسالوا فيا على الريزلتات اللي احنا لقيناه مش نسالهم هما شي يسالوني اي بيان نجحت الحمد لله نجحت وقلي نجحت اكتشفت اني انا انصات تختلف على راسك نقرا من انا انصات بلدي الحمد لله نجحت اي بيان كان لازم بعد نكمل دراسه المعانقه وكان لازم نعمل بحث اختار لي أستاذي يذكر ربي بالخير سي محمد القاضي وهو أحد الأساتذة الأجلاء الحاليين في كلية الآداب منوبة اختار لي موضوع طرف إني ندرس العجيب في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني اختار لي الموضوع هذا أنا ما اخترتوش لكن مش مشكلة كما أي موضوع يمكن يطرح عليا كما أي تمرين منيش باش نقصر في إنجاز التمرين اللي اقترح علي وكنت ممكن حاجة بعد يستغربها لدي كانت رضيعة أيام لدي كانت رضيعة أيام على الفرش بجنبي وبجنبي كتاب الأغاني وبجنبي الأوراق وفي كله في الوقت المستقطع يعني رضعتها أني بدلت لها أني وقفت لها أنها رقدت أنها قامت أنا نقرأ في كتاب الأغاني ونستخرج في الأخبار ونحط ونسجل في ملاحظاتي باش نخدم الدوام باش نخدم التازم بها شوية عراقيل أسرية وقفت قدامي حد يحب يعاوني حد يحب يشد لي بنتي حد يحب يكمل قرايتي مش مشكلة نذكر صيف من الصيف صيف عمري ما ننساه الناس تعوم والناس تفرهد وتسهر وانا نصف الليل ولا بدي ساعة نسكن على البحر ولا شط البحر عائلتي مصيفة ولا بنتي عندهم كاو بيها الكل وانا نقرا وقت اللي نجم نتعدى 10 ايام هكا جماعه ما دخلتش للماء العرق هكا نبني وما عادش فيا سيئه مهم بالقرايه والخدمه نهبط نغطس في الماء نرجع لقرايتي كملت الميموار نتاعي استكملتها طبعتها رغم الداء والاعداء حضرتها مشيت نعمل في ديبو باش يناقشوا غيري قالوا لي جيت مخر لحقت عندك جمعك حق قدمت ديبو جمعه التالي جمعة التالي شنو نعمل؟ كيفاش نعمل؟ وقعدت عامين كاملين وانا نجري من بلاصه لبلاصه من بلاصه لبلاصه من بلاصه لبلاصه باش نقدم الشهاده نتاعي وباش نناقشها خاطر مش معقول كل هذا الجهد هكاك يمشي هدره. اوفا ربي وفقني وافقت اللجنه تاع الدراسات والاطروحات الجامعيه انها تناقش رساله هذه الدراسات المعمقه وناقشتها. نذكر كان ذلك يوم دوز كل نهار كان هذا دوز 2001 وقتها أنا دجا جبت ولاية آخر عندي نادي وبين فادي بين من نحب في الدراسة المعمقة وبيني ناقشتها تقريبا كانوا تعداو 5 سنين كاملين وأنا ما سلمتش خاطرني متمسكة بحلم ندرس وندرس ونحضر ونربي فرد وقت نتنهد شوية نختلي فما شوية وجيعة في الوسط ساعات تلقى والبعض سمعت بعض البنات هكا يحكيو كيفاش شو نظرة المرأة التونسية للراجل نظرة شوية سوداوية ساعات المرأة التونسية عندها برشا حق انها تكون هي كادحة وجادة ومتفانية ومعطاءة ومخلصة وصادقة وعاشقة وضحي من أجل عائلتها ومن أجل نجاحها باش تثبت ذاتها وما تقصر لا في هذا ولا في هذا لكن أحيانا ما يكونش الشريك في المستوى المطلوب فعاد باش يكون الشريك عامل من عوامل الحفظ والدعم وحنا نقولوا ديما وراء كل رجل عظيم امرأة زعما نجم يكون وراء كل امرأة عظيمة رجل ولا زعما الغيرة تقتله الغيرة نجح مرته تقتله تخليه فعاد باش يكون دافع يولي هو المعرقل هذاك اللي صار بالضبط
باهي لقيت روحي مع زوج صغار وانا احاول جهيد التعليم بين حلمي وبين استقرارهم وتوازنهم بين واجباتي المهنيه وواجباتي الاسريه في انعدام الشريك يلزمني نتحدى ونوقف. هو وقت اللي استحقني القادره، اعطيته الامل، اعطيته الدعم، اعطيته القوه، خليته يكمل يكمل. هو زاد كان استاذ عربيه، خليته شجعته وكمل عمل شهاده التبريز نتاعو. نتذكر عملتها احنا الاثنين سجلنا فرد شهاده مش التبريز، اما فما فرق بسيط، هو يسجل ويحضر وانا ما نحضرش خاطر انك لابس غير في الدار. لكن تفهمنا، قال وعدني 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 ما صدقش اخلف وعده، وعدني انه هو باش يقرا وباش يروح للدار باش يقدم لي اللي قراه ونتعاونوا مع بعضنا، خاصة انه كان قبل يعدوا تبريز في شهر سبتمبر، لان احنا عندنا من جوان سبتمبر نجموا نحضروا تبريز وندخلوا الاثنين نعديوا تبريز فرد عام. لكن ما كانش صادق وما كانش يساعد مرته باش تقرا.